أظن أن كما جاء على لسان الرئيس، الحمد لله الآن ما عندناش دعوات مع الجماهير، يعني تلبية مجموعة من الإخوان ومجموعة من الفاعلين وحتى المسؤولين في المدينة والسلطات المحلية ومجموعة من المسؤولين. حنا الآن ما عندناش دعوات، كنتمناو أن هاد الإخوان، يعني حنا عندنا فيهم الثقة الكبيرة، لأن الشطر الثاني من البطولة السنة الماضية يعني كان واحد الرجوع ديال الجماهير وكان إشارات إيجابية، لأنه اللاعب ما كنسميش أنا اللاعب رقم 12، هو اللاعب رقم واحد اللي يمكن يحفز اللاعبين باش يمكن نوصلوا للهدف المنشود اللي هو شي لقب. الطلب ديالي للجميع هو الابتعاد، هو الأخبار اللي بغى الأخبار ياخذها من المصدر. راه شفتوا اليوم الجمع العام فند مجموعه من الاشاعات اللي كانت كتروج في فيسبوك، وبعض الارقام الفلكيه اللي كانت كتروج في فيسبوك، وبعض اللايفات، وبعض يعني امور يعني كتشوش على الفريق. كاين الناس اللي عندهم اجنده خاصه خصهم يبتعدوا منهم، هذوك الناس عندهم اجنده خاصه راه تكلمنا عليهم، يعني يشككون في الفريق ويشككون في نزاهات الجمعه العامه. شفتوا الان المنخرطين الحمد لله كان صوت بالاجماع، ويعني كنا نخبه ديال المنخرطين، كنتمنى ان هاد الناس يبعدوا ياخذوا الاخبار من المصدر. الحمد لله كاينه مواقع وكاينه يعني منابر اعلاميه عندها مصداقيه، ياخذوا من الخبر ويبتعدوا من الامور اللي كيسيروها اشخاص معروفون بعينيهم وجندينا كلها كتعرفهم. وكنظن ان ما نقدرش نقول الصلح، لان كاين حب متبادل بيننا وبينهم، حتى حنا كنا جماهير وباقيين دابا جماهير، والعطف اللي عندنا على الفريق راه عندهم حتى هما، بالعكس حنا كيكون عندنا اكثر لان زيد المسؤوليه. كنتمنى انهم يدعمونا ويدعموا الفريق، يدعموا الفريق، ولكن الفريق يبقى للجميع. الا كان شي لقب ولا كان شي حاجه راه كيبقى للمدينه، ما كيبقاش لشي اسم. دوام الحال من المحال. الاهم هو ان هاد الناس، وخصوصا قلت مجموعه من المرات القاصر منهم، انهم ينتبهوا هاد الاسلوب ديال لي فوكونت ولي فوباج والمسائل الشخصيه. هذا عنده قصر، هذا كيبني هادي، هذا كيدير هادي، امور هادي زعما سيبيانيه.